السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الحكواتي وغرام المشاهير. وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند ذهاب عبد الوهاب مع مكرم عبيد إلى لبنان لكي يتزوج عبد الوهاب من سيدة لبنانية مسيحية كانت زوجة وزير، وزوجها توفى وكانت معجبة بعبد الوهاب. وكان مكرم عبيد المحامي المصري الشهير والسياسي الوفدي الكبير يعلم أسرتها وفتحها أن عبد الوهاب معجب بها ويريد الزواج منها بعد وفاة زوجها. عبد الوهاب التقى بيها في أحد المطاعم الشهيرة في بيروت وعرض عليها الزواج. هنلاحظ حاجة غريبة، عبد الوهاب يا إما بيتزوج يا أرملة يا مطلقة. كانت ده يعني تقريبا في كل زيجاته الرسمية المعلنة كان يسير على هذا الضرب. لكن ما فيش مانع على الإطلاق، وهو ده حتى قايله في كتابه، يقول ما فيش مانع فيه إنه كان في علاقات عابرة وعلاقات خفيفة. وقايل هنا إنه أنا كنت في الأول فاكر إنه يعني حتى قايل ده في صفحة 148، بيقول لماجد العمروسي أنا قعدت فترة طويلة متصور إن الحب عبارة عن بوس وأحضان، إلى أن نضجت واكتشفت إنه لا، الحب لازم يبقى فيه استقرار ويعني طمأنينة وسكن. يعني هو قايل ده بالعامية في كتابه يعني. فأنا المتابع لأغاني عبد الوهاب ما يتصورش إن يبقى ده مفهومه عن الحب. ده بيأكد لك إنه عبد الوهاب ظل سنوات طويلة جدا هو بينقل كلمات الأغاني والأشعار بتاعة الشعراء، فالشعراء هم المسؤولين عن معاني الكلمات اللي كان بيغنيها. لكن مفهوم عبد الوهاب عن الحب وظل فترة طويلة زي ما بقول في الكتاب، مفهومه عن الحب هو القبل والأحضان والجنس، يعني هو نفسه بيقول ده في كتابه. إلى أن آخر محطة في حياته، آخر زوجة في حياته، دي الحقيقة أنا بعتبرها يعني هندسة حياة عبد الوهاب، عملت استقرار لعبد الوهاب وعملت شكل معين لعبد الوهاب. قبل ما نوصل لها اللي هي السيدة نهلة قدسي، هنتكلم بس نرجع لمحطة السيدة اللبنانية. السيدة اللبنانية وافقت أنها تتجوزه، ولكن ذهبت يا مسيحية للكنيسة، فالكنيسة قالت لها ما ينفعش، أنت لو رحت اتجوزتي مسلم مهما كان مين هو هتبقي كافرة وخارجة عن الملة. وهناخد، وكان عندها أولاد بقى من زوجها المتوفي الوزير اللبناني، هناخد بالأولاد. عبد الوهاب بيحكي في مذكراته بيقول أنه هي رفضت او يعني عبرت عن رفضها وهي تتمزق. بقول دي من المشاهد التي لا يمكن ان ينساها، لدرجه انه مكرم عبيد يوميها يعني قال له ايه، تعالى بقى، هو مشربش عبد الوهاب يعني تقريبا ما فيش اي مرجع بيقول انه شرب خمره. فمكرم عبيد عرض عليه قال له تعالى بقى نشرب كاسين عشان تنسى، قال له لا انا هنسى في الحاني. وبدل ما يروح مع مكرم عبيد يشرب ويسكر، قعد في الأوتيل مع العود يظرف دمعا مع عزفه وألحانه، ويغني أنا والعذاب وهواك، ويغني أنا من ضيع في الأوهام عمره، وأنا هويت وانتهيت، اللي كان بيعتبرها من أحلى ما ترك سيد درويش. عاد عبد الوهاب إلى القاهرة، دخل في مغامرات كالعادة عاطفية يومية، إلى أن كان في راس البر في الصيف. كان راس البر هي مصيف البشوات والمشاهير في هذا الزمان. ففي سيدة اسمها عطية الفلكي، كان من سيدات المجتمع، وكان غنى في فرح بنتها، فقعد معاها على البلاج، وكان بيلتقي هو أم كلثوم ومحمد التبعي وأسمهان قبل ما تموت وكل مشاهير الفترة يعني. فبتقول له انت فاكر في طفلة انت في فرح بنتي طردتها وانت بتغني وقلت ما فيش اطفال يبقوا موجودين وانا بغني؟ قال لها قالت له فاكرها؟ قال لها مش فاكرها. فالست عطية الفلكي قالت له الطفلة اللي انت طردتها في حفلة زواج بنتي اهي. ووجد امرأة كاملة الانوثة السيدة اقبال نصار. قالت له بس هي اتجوزت صغيرة السن ومن أحد كبار البشوات وعندها مشاكل مع جوزها. عادوا إلى القاهرة، لم ينسى عبد الوهاب إقبال نصار.
كان يوسف وهبي واخوه اسماعيل وهبي ساكنين في نفس العمارة اللي ساكن فيها إقبال نصار وزوجها اللي كان سايب البيت وكان في مشاكل بينه وبينه. فاسماعيل وهبي عزم عبد الوهاب على العشاء وعزم إقبال نصار على العشاء وتسامروا وبدأت المسافات تقترب. عبد الوهاب قال ليوسف وهبي أنا عايز أتجوزها، قال له دي متجوزة ورفع قضية طلاق. فالمهم بدأت الصحف تكتب عن لقاءات سرية في بيت يوسف وهبي ما بين زوجة الوجيه فلان الفلاني اللي هو زوج إقبال نصار وبين عبد الوهاب، لدرجة أنه يوسف وهبي بيحكي في مذكراته أنه ضرب زوجته على الساخنة لأنها سربت لقاء عبد الوهاب مع إقبال نصار في بيته. الصحف بدأت تكتب لدرجة أنه وزير العدل عبد الخالق ثروت بيتكلم عبد الوهاب وقال له انت ايه مشكلتك مع إقبال نصار؟ قال له يعني انا مستني انها تحصل على الطلاق. قال له ده النحاس باشا كلمني وقال لو في مشكله ما بين عبد الوهاب وما بين زوج إقبال نصار حلوها ودي، فدلوقتي القضيه في المحاكم، انت عايز ايه وهي عايزه ايه؟ قال له هي عايزه تطلق من جوزها وانا عايزه اتجوزها. فتخيلوا ان وزير العدل يتدخل في مشكله زي دي ويسرع اجراءات طلاقها لتتزوج من عبد الوهاب. بالفعل هي تزوجت عبد الوهاب 17 عام، خلفت 5 اطفال، هم اطفاله اولاده الوحيدين، دي الزوجه الوحيده اللي خلف منها. وهو بيقول ان هو 17 سنه يعني نكد وفرح، لكن هو مقدم كلمة النكد على الفرح أو حزن وسعادة، الحزن على السعادة. بيحكي بقى بيحكي تفاصيل كتير جدا جدا جدا، إنها كانت حريصة عليه، كانت بتنظم له وقته وكانت كذا، لكنها برضو كانت مشكلة الغيرة العمياء والتدخل برضو في عمله وفي شغله، إلى أن جاء في أواخر الخمسينات وطلقها بعد 17 سنة زواج، 5 أولاد طلقها. ودايما هو أما بيحب يقضي يعني فترة نقاهة يسافر أوروبا يسافر لبنان، فسافر لبنان وفي لبنان وجد، هو بيقول وجدت قصة حبي ووجدت حبي الحقيقي مع السيدة نهلة القدسي. نهلة القدسي كانت زوجة لدبلوماسي وسياسي أردني وطلقت، وحكايته معها غريبة جدا، ان هو التقى بها في فندق في لبنان وكانت ترتدي نظارة شمس، فهو بيقول لها ما تشيلي النظارة اشوف عيونك، فقالت له لا مش هشيلها، فهو قام شايل النظارة فجأة فقالت له انت قليل الادب وتركته ومشيت. هو بيقول طب استني استني، فبص لها قال لها انا عمري ما شفت عيون بالجمال ده ولا بالحسن ده، وقعد يمدح فيها، فنظرت له شزرا وتركته. فالبحث عن اهلها عرض عليها الزواج، كانت مطلقه وبالفعل عاد الى القاهره زوجه له. وبيقول هي من اعادت صياغه حياتي مره اخرى، هي من جعلتني استكفي عن بها عن كل نساء العالم، هي من جعلتني أشعر بأنني أعيش في سعادة يومية. والحقيقة وصفه لنهلة القدسي في مذكراته وصف رجل شعر بأنه التقط مفتاح السعادة، وبيقول وكأني لم أعش مع امرأة من قبل. في محطات كتير جدا في حياة عبد الوهاب، منها أنه ليلى مراد عشقت عبد الوهاب بجد وكانت تتمنى الزواج منه بجد، ويمكن في بعض الأعمال اللي عم اشتغلت فيها مع عبد الوهاب كانت بتغني يد النعيم اللي انت فيه قلبي من بعد العذاب وتبكي بكاء حقيقيا، لدرجة ان المخرج أعاد هذه اللقطة أكثر من مرة ورفض انها تبكي في هذه الأغنية متأثرة بها. عبد الوهاب كان مثلا بيرفض انه ولاده يتزوجوا من الوسط الفني، ويرفض انه ولاده كمان يحترفوا الفن،
لأنه عانى وعاش عذابات حتى يصل إلى ما وصل إليه. من الأسرار الناس كده ما تعرفهاش إنه بليغ حمدي تقدم للزواج من إحدى بنات عبد الوهاب، وعبد الوهاب رفض وحارب هذه العلاقة بشدة، ودي يمكن أثرت على علاقة بليغ بعبد الوهاب. لكن بليغ يعني نسي الموقف عندما وجد عبد الوهاب ذات يوم بيقول إن هو بليغ حمدي بيذكره بموهبة سيد درويش في التلحين، وبيقول إن أعظم ملحن موهبة بعد عبد الوهاب هو بليغ حمدي، ودي نادر إن ملحن يشهد لملحن آخر. في كل أعمال عبد الوهاب كنت هتلاقي قصة حب، في الوردة البيضة، في دموع الحب، في يحيى الحب، في يوم سعيد، هتلاقي في ممنوع الحب، حتى رصاصة في القلب لست ملاكا، هتلاقي دايما وهو بيشتغل في حالة حب، سواء مع حد في القصر اللي بيشتغل فيه أو مع حد برا القصر. هو بيقول الحب كان معينا لي في كل إبداعي، وأنني لم أعش يوما بلا حب، وكأنه هو اتخلق علشان يحب ويغني ويلحن. حقيقة قصة عبد الوهاب مع الفن ومع النساء قصة يعني أشبه بمجنون ليلى اللي هو عملها لأحمد شوقي، أو قصائده العظيمة في النهر الخالد وكليوباترا والكرنك، كلها بتعبر عن حياة مليئة بالثراء العاطفي والفني. عبد الوهاب ملحمة باقية وخالدة أبد الدهر بحجم موهبته وبحجم ما أثر فينا وبحجم ما صنع من مجد فني، وتربع على عرش الفن في مصر والشرق والعالم أيضا، الفنان الوحيد اللي حصل على أوسمة تقريبا أعظم الأوسمة وأعالي الأوسمة في كل العالم حصل عليها عبد الوهاب، ولم يحصل عليها فنان بعده. رحمه الله باق بفنه وموهبته، ودي كانت قصتنا مع عبد الوهاب في الحكواتي وغرام المشاهير. وإلى لقاء آخر، تحياتي محمد الغيطي.